ما حدث من الاستاذ مفيد فوزي، انا ما فيش مشاحنات ولا اي حاجه، بالعكس انا لما اتسالت قلت اعلامي كبير وكلمت على الراجل بمنتهى الاحترام. يعني هو ما بيحبنيش، هو حر، ما يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني انا اسف ان انا اقول الكلام ده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف، في ناس اختلفوا، انا ما طلبتش ان كل الناس تحبني، ومفيش حد بيطلب ان كل الناس تحبه ولا الكلام ده. يعني هو حر، انت حر، انا تحت امرك يعني. بس هو اللي كان جديد في الموضوع ان كان برنامج شيخ الحاره ومستضيفاه وبتوري له شخصيات، وخلصت الشخصيات فقال لها لسه في واحد، فقال لها لا يا فندم، قالت له لا خلاص، قال لها لا لسه في واحد، فقالت له استاذ مفيد خلاص الصور خلاص، قال لها لا بيومي فؤاد ارحمنا يا اخي. فمش عارف هو، فقالت له حضرتك ليه بتقول كده؟ حضرتك شايف ممثل مش كويس؟ قال لها ممثل مقتدر. ايه؟ لا انا اسف بلاش مقتدر، قدير، اتكلم كويس يعني. قال لها بس ما بيضحكنيش. فقالت له يعني ما تخلي الراجل يشتغل والكلام ده وبتاع. ده كان رد الاستاذه اسمها بسمه وهبه، بسمه وهبه. فقال لها ما بيضحكنيش. فطبعا انا اكيد بالنسبه لناس دم تقيل، بالنسبه لناس انا غلس، ما يعني ما في اختلف، الناس بتختلف يعني، مش ممكن ارضي كل الناس يعني. فانت حر في راي سيادتك يعني، تمام، بس فوق دماغي يعني تحت امرك. بس كانت هي النقطه بس انه ايه يعني الصوت، يعني صورتي حتى ما نزلتش بالصدفه عشان يقول ايه القرف دوت او مشي الصوره او لا تعليق ولا الكلام، هي ما كانتش موجوده الصوره، هو كان الى هذه الدرجه يعني. وبعدين حصل موقف حصل موقف تاني للاستاذ مفيد فوزي، قابل الاستاذ احمد الجندي في احدى عروض الاستاذ خالد جلال في مركز الابداع الفني. فلما اتعرف على الاستاذ احمد الجندي وعرف ان هو ابن الراحل محمود الجندي، فقال له عايز اسالك سؤال وترد عليا بمنتهى الامانه. قال له اتفضل. قال له انت شايف ان بيومي فؤاد ممثل كويس؟ فاحمد جندي قال له طبعا. قال له انت مؤدب ومش عايز تغلط ومش عايز كده، يعني هسألك سؤال بشكل اخر، انت ممكن تشغل بيومي فؤاد؟ فاحمد جندي قال له يا فندم انا جاي لك دلوقتي من برنامج بعمله اسمه بيومي يا فندي البيومي فؤاد، انا بخرجه، وبيومي فؤاد من ساعه ما عرفته ما فيش عمل ما اشتغلش معاه. فسكت او اعتذر او لا باشا هو ما بيعتذرش طبعا، استاذن يعني قام يعني. جه ثلاث ايام في الساحل وعمري في حياتي ما شفت حد من الجمهور عينيا جت في عينيه ولا اي حاجه في الدنيا. فبالصدفه بالصدفه لاول مره في حياتي عينيا تيجي على متفرج، انا حتى يبقى ابويا قاعد ما بشوفهوش خالص الا لما بيقولوا لي ده ابوك في الصاله، زوجتي اولادي الكلام ده ما بعرفش خالص الموضوع ده ولا باخد بالي الا احيانا في تحيه الجمهور لما النور بتاع الصاله، لكن انا دايما بحيي بنفسي بالموضوع. فمعرفش ليه عينيا جت على الاستاذ مفيد فوزي وهو قاعد. انا عايز اقول لك ان وصلت الدرجه انه مش عاوز يعني، وانا واقف بتكلم مسرح وعامل كده يعني ده واحد ما بيطغنيش، حسيت ده يعني. بس فهو حر يعني. اقول له انت اعلامي كبير ومؤثر ومثقف وامتعتنا كتير جدا، وانا بقول الكلام ده وانا رزقي على الله، مش عايز منك اي حاجه في الدنيا، انا ما ببص حد من اي حاجه الا من ربنا سبحانه وتعالى، فلا انت منتج ولا انت مخرج عشان انافقك ولا عشان اصالحك، انا بقول رايي فيك بصراحه بس. واتسالت قبل كده من القنوات العربيه وقالت لي، لما قالت لي الموضوع قالت لي طب تقول ايه على انه ما بتضحكوش؟ فقلت الحمد لله انا ما بضحكش الاستاذ مفيد فوزي، لان لو بضحكه هيبقى ضحك قديم قوي.